السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي كالعادة غنشارك معكم وصفات هذا النهار الغديوة. خلاني جاكم وكنوجد وقال لي انا غادي نمشي نشوف شنو كاين في الحوت، لا لقيت شي حاجة غادي نجيبها. والمهم ها هو جا هنايا وتيوري لكم، قال لك بغيت لانشوبة اولا الشطون، ها هو كل واحد شنو كيقول له لي على يتشي كنقولوا لهم حنايا. هنايا قال لك راه غلاضين، قال لك قلت ليها عزلي ليا عبلي وحدة باش تعطيهم لي، قال لك لا ما تعطينيش دوك الرقيوقين بزاف، راه هي كتعزل لي فيهم وكتعطيه. المهم ما هو غيجيبهم، غادي يجي للدار وغادي نشارك معكم الغديوه ديالنا ديال هاد النهار. غا سامبل، داكشي ساهل خفيف زوين وسريع، ونتمنينا الاعجاب ديالكم الفيديو. تشجعتكم دايما للقناه باللايك وبارتاج، شكرا لكم وفرجتكم ممتعه. مشيتوا معايا ما خرجتش انا، كي اليوم البرد والجو الشتاء جاب ليا دراكم غنشوف ها هو المنشوبه، غنشوفها معاكم انا مشيت مش غليظه ولا رقيقه ولا على بال هو ما غادي ملي كنخرج باتي شيجر اونا بير اونا بيلا جراند. قال لك قلت لي اختار لي وحده بوحده، انايا ملي سخرته خرج درت واحد الطاسه ديال العدس غنص ديالها، غنص ديال هذه بغيت تعبرو 100 غرام، اللي بغات تعبرها 100 غرام درتها هنايا غسلتها مزيان وانا نديرها في الماء، خليتها هنايا تترطب لي واحد شويه، وغسلت واحد شويه ديال السبانخ مع الوريقات ديال الباربا. ها هما تا هما الورق ديال الباربه، ولا ديروا غا السبانخ، ديروا السلك، ديروا اي عشبه نتوما عندكم متوفره ماشي مشكل. اللي بغيتو غسلتهم ورققت هذيك الوراق ديال الباربه هنا، قسمتهم شويه وجدت واحد شويه ديال المعدنوس حتى هو غنديروا معاهم من بعد. وغنمشيو دابا نغسلوا هذا، غنديهم هنايا نشوفوا واش هادشي جاب لينا. غادي نشارك معكم بواحد الطريقه زوينه، غنجيبها مقص نوري لكم حتى الطريقه كيفاش تطقيوه، وبطريقه غادي يجيكم ساهل. هانتوما تتشدوا غير الراس هكا تديروا ليه هذا الشكل هكا، ساهل هذا الشيء تيتحيد دغيا، ملي كتحيدوا ليه الراس كيجيكم ساهل بطريقه زوينه. شفتوا تيتنقى هكا، وندير هذه البلاستيكه هذه نحط فيها هنايا وهنايا، تيكونوا هادو هنايا الا بغيتو تحيدوهم كتحيدوهم، بغيتو تخليهم كتخليهم، تيكون دايما الاختيار ديالكم. صافي هذه دي الطريقه ديالو سهله، تيجيوكم زوينين حتى في الشكل ديالهم. بغيتو تحيدو ليهم حتى هادو ممكن تحيدوهم هكا، ها اللي بغات تحيدهم هكا، اللي ما بغاتش تخليهم، يعني تيكون الاختيار ديالكم. انا غادي نخليهم في حقات يعطوني واحد الديكور زوين، تيجيو مقرمشين زوينين. صافي غادي نستعمر هكا حتى غادي نكملهم، ما غاديش نحيد ليهم الوسطاني هادو ولا نشوبه دوك الشطون، كل واحد شنو كيقول ليهم. صافي هانتو هنا، صافي غسلت هاد الانشوبه خليته هنايا تيتسقطر، وغنرجع لهاد العدس هذا راه كنغنص راه تزاد دابا تنفخ هو يتزاد، وغادي نديرو هنايا هكا ديرو في مولينيكس ديالكم ولا الهاشوار اللي غادي يطحن لكم. انا ما عنديش سميتو، ما عنديش مولينيكس ملي استعملت تيرموميكس ما بقيتش تندير مولينيكس هكا، وغادي نحاول نطحنه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم غتعطيهم واحد دقيقه على سرعه 10. هنا صافي من بعد ما سلمت طحن ليا كلشي، ها هو بقى هنايا في الغطايه، غادي نحاول نهبط كلشي هادشي هكا كما تشوفوا معايا تيطحن. المهم نتوما في الهاشوار ولا مولينيكس ولا داكشي غطحنوه مزيان حتى تيولي لكم مخلط كلشي مزيان، هداكشي ما يبقاش قاصح لكم العدس. شفتوا كيفاش كيولي؟ ها باقي شويه مفرشش ولكن راه باقا ما كملتش ليه الخدمه. صافي في هذه الحاله 100 غرام ديال العدس غادي تعطيوها جوج بيضات. هاهو عندي البيض هنايا، غادي نهيدا تما نفسخ هاد الاولى، هاهي نوضعها هنا، وغادي نزيد هاد الثانيه نديرها تا هي هنا، وغادي ندير معاهم نمسح يديا واحد شويه ديال الملح وبيكربونات الصوديوم اللي بغات اختياري. اللي ما بغاتش دير خميره ديال الخبز، خميره باش كتعجنوا الخبز ممكن ديرها. غندير هكا الراس ديال المعلقه، وغادي ندير معاها الحامض، ندير الحامضه هكا بهذا الشكل حتى هذه كيخمر. اللي بغات شي حاجه طبيعيه كدير هكا تتعصروا الحامض مع بيكربونات الصوديوم تيتفاعلوا وتيديروا تعطيكم بحال خميره. واللي بغات دير واحد الراس ديال المعلقه ديال الخميره الفوريه ممكن ديرها. وغادي ندير زيت الزيتون معنا الدقيقات ديال هذا الشيء، كلشي كيكونوا ناشفين ديال القطنيات،
تندير معاهم زيت الزيتون. بسم الله وحيده ها جوج جوج معالق ديال زيت الزيتون صافي. هادو هما المكونات وغنسد عليهم دابا غادي نعطيهم واحد 30 ثانيه على السرعه دائما 10 بالنسبه للاخوات اللي عندهم تيرموميكس. اللي ما عندهاش غتعطيهم واحد الدوره خفيفه بسميتو بالمولينكس ديالها غتحركهم اقل من الوقت اللي درت المره الاولى. وانا غادي ندور هادو دابا على السرعه 10 وانا غنجي لهاد خشو غادي يدير صداع وغادي يبدا يغوت. انا غنرجع لهادو وغادي هاد الاعشاب كاع اللي متوفر عندكم اللي بغيتو غادي نشدهم. درت معاهم حتى المعدنوس درت السبانخ والوراق ديال الباربا والمعدنوس وغادي نديرهم هنايا غادي نحاول كاع نرققهم مزيان صافي ونوريهم لكم مرقين صافي. هنا وتنجيب واحد المقله باش غادي نخدم هكا وتنحاول ندهنها بالزيت. انا بحال كثرت ليا الزيت شويه غنديرو هنا في هذه المقله غادي نحتاجو هكا صافي. وغادي نجي الخليط هنايا وغادي نضيف النص ديال الكميه ديالو هكا داكشي اللي غادي يدير ليا يوصل هكا صافي. تقريبا هنايا النص اللي باقي دابا غنشعل عليه النار صافي. هنا حطيته فوق البوطه غنجهد عليه في الاول غير شويه تسخن ليا المقله وغادي نقص عليه وتندير ليه هاد السبانخ وهاد الشيء هكا. ما بغيتوش ديروا حتى شي حاجه تيكون الاختيار ديالكم. انا عزيز عليا الخضره تنبغي ناكلها باش ندير لها هكا ونحاول نرتبها صافي. هنا بعد ما قديت ليها هذيك الخضره كلها وغادي نخوي عليها دابا هادشي اللي تبقى غادي نحاول كاع نوزعو عليها بهذا الشكل هذا نهبط كلشي نحاول كاع نغطي هادشي صافي. هنا دابا وغنخليها نقاس عليها دابا مزيان. ها نتوما شوفوا معايا نقص كلشي مزيان وغادي نخليها دابا على نار مهيله ونغطيها بواحد الغطايه ونخليها حتى تدير ليا على خاطرها. غادي نجي دابا للشطون اولا للنشوبه صافي. هنا وتنجيب واحد الطبسيل درت فيه غير السميده ديال البغرير ديك الرقيقه هي هذه وغندير معاها واحد شويه ديال الملح وغادي ندير معاها اوريغانو. اوريغانو اللي كيساعدني انا في الهضم كاع السردين والشطون وكاع داكشي كلشي ما كيتهضموش ليا مزيان. غادي ندير معاهم هكا اللي بغات دير العطريه الخرقوم سكين جبير ومليحه والحار وداكشي ديروه ماشي مشكل. انا ما غاديش ندير فيهم حتى شي حاجه غندير لهم غير هاد الاعشاب هكا غادي نحاول ندير لهم هكا باش داك الاوريغانو تيدخل مزيان تيتهرس مع هاد الدقيق هكا صافي. تنجيب هاد سميتو هاد الشطون هذا ولا الانشوبه ها هو تنوضعه هنايا هاد الشكل هذا تنفندهم هنايا هكا واللي فنتها تنوضعه هنايا في هاد المقله هذه اللي دهنتها غير بالزيت هكا واحد شويه نحاول ندير لها مع الجناب صافي. ونبدا نهز دابا هكا ونوضع هنايا هاد الشكل هذا غنستعمر هكا حتى غادي نعمر هاد المقله كلها. انا دورت لهم الريوس ديالهم من التحت باش يقدوني باش يجيو داك الجهه المزيره من هنايا من التحت هكا. بقاو ليا هادو بقاو ليا واحد ثلاثه هما غادي نشدهم وغادي نحيد لهم هكا هادي وغادي ندير لهم هكا حتى هما فندهم هنايا وغادي نوضعهم هنايا بهذا الشكل هذا. نجي هنا للبوطه تنشعلها بلا ما تشعلوا الفران. الصهد عندكم في المغرب ولا في شي بلاد اخرى اللي عندهم الصهد وما بغاوش يشعلوا الفران وغندير لهم واحد شويه ديال الزيت غير هكا مع الجوانب ديالهم غير شويه ماشي بزاف بلا ما ديروا هادشي بلا ما تقليوه بلا قلي بلا فران بلا حتى شي حاجه. اللي عندها الصهد نفس العمليه بالنسبه لهاد الخبيزه هادي تاهي بلا فران بلا حتى شي حاجه في المقله. ها نتوما غنحل عليها دابا ناقص عليها تاهي ها نتوما شفتوا البوطه كبيره ناقص عليها بحال الفتيله وغادي نحاول دابا نحركها. ها نتوما شفتوا كيف تتحرك ليا. انا غادي نجيب دابا شي طبسيل وغادي نحاول نقلبها فيه صافي. ها نتوما باقا ما شداش راسها من الفوق الا قستها هكا راه شويه خضره شفتوا تلصق ليا في صبعي. ها هي نرجع عليها هادشي ديالها ولكن خفت تتحرك ليا الا بقيت نتسنى فيها. غادي نحاول نهبطها هنايا هكا
وغادي ما نشد دابا هكا تندير لها الطريقه ديال القليب بهذا الشكل هذا شفتوا صافي. غنخليها دابا تطيب ليا من الجهه الاخرى حتى هي وغادي نوريها لكم. هنا بعد ما قلبتها ها هي كيف ما تشوفوا معايا دابا غنطفي عليها لان وجدات حسيت بها صافي ولات تنحس بها مقرمشه في المقله هكا. غنحاول نقلبها في هذا الطبق هذا. اوكي ايوا فوالا شوفوا ما شاء الله سي برام فيوره جات بحال شي وريضه. انتما غندير لها الحامض مع الجوانب ديالها صافي. الخبيزه حتى هي بلا جلوتين ها هي حتى هي يلاه طفيت عليها عاد دابا نوضعها هنايا هكا ان شاء الله راه كتجي رائعه. انتما شوفوا عمل تحت ديالها كي دايره ومن هنا شفتوا كي داير. غادي نقسمها معكم من الداخل ديالها باش كتشوفوها. ها الشطون ها انتما راه كيجي رائع هكا بلا قليان بلا فران بلا حتى شي حاجه كيجي زوين بزاف راه ما تشبعوش منه. ها تيتحل غا بوحدو شوفوها ها تتهزوا ليه هذاك السلسول ها تتقيسو تيمشي شفتو هاو. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه هكا. غنجيب لك المايونيز رجعكم عندنا المايونيز غنجيبو خبيزه ها هي راه كتجي هادي خلاص ها انتما فاي ميطا دي فيدي ميطا على ميطا غنديرو غنص حتى تنشوفوه كيفاش. اوكي اي فوالا شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي ها طايبه مزيان وبلا جلوتين. شوفوا 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 ما شاء الله شفتوها ما فيهاش الجلوتين يعني غديوه صحيه متكامله. وزدنا كملناها درت الشوربه ديال الخضره لان عندنا حنا الشتاء والبرد باقي عندنا الصيف ما وصل باش نديروا الشهيوات ديال الصيف. هادو تاهما راه ديال الصيف هاد السمك هذا هانتوما شوفوا جاكم هو قال لي غناكل انا هذا هو الاول سخون قبل ما ناكل سميتها الشوربه. قال لك نخلي الشوربه تبرد وناكل الحوت سخون. ايوا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. نوري لكم برا شوفوا الجو كي داير راه كانت الشتا بيت اللي كله الشتا حتى قبيله كانت الشتا شفتوا الدنيا كلها باقا فازقه هانتوما شفتوا دابا راه صحات واحد شويه ولكن كاين الريح كاين البرد. جاكمو قال لي كاع ما سلمت عليهم كاع بوي سالوتاري تشاو توتي بسم الله بسم الله فامي بديريكم ايه بوانا بوانا شو كديرة. يلا مع السلامة. نتمنينا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو تعجبكم هاد الخبيزة وجربوها تتوما في البيوت ديالكم. اللي بغات ديرها في الفران ديرها انا داكشي سريع درت كلشي في المقله.